الناس المشاركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. تحياتي للمنصوره وكل رجاله المنصوره، الناس الجميله جدا والناس المحترمه جدا. استاذ احمد طبعا منورنا النهارده بيستلم اباش. اباش كان بتعمل ايه مع الناس؟ بتلعب مع كل الناس. كان حلو مع كله. والطاعه؟ كان مفيش. طب وموضوع ماسك الرجل اللي كانت بتعمله معانا؟ كان بتقفل. كان اللي يمشي بقى في الشارع؟ بتقفل على بيتي. عايز يتمشي بمزاجي. تمشي في معدي مزاجي. اللي ماشي بيها في هو ماشي انتباه كده تيجي متعلقه في رجله عشان ما يمشيش. صح أيوة. عملتها معاك كم مره؟ هي من طول ما هي من صغيره كم مره اتعرضت عشان الصوت. عملتها معاك كم مره؟ بتعملها على طول من وانا صغيره. عملتها على طول هي اصلا من وانا صغيره بتعمل الحركه دي. اللي ماشي بيها تتعلق في رجله من وانا صغيره. طب انت دلوقتي شفتها تتعلق في رجله ولا حاجه؟ لا ايه رايك؟ هي نفسها ما جتش اتعلقت عليا. حكايه الاول ما تيجي تقابلني لازم تتعلق وتيجي تقف عليا. ما بيتنيش الوقت. طب الشراسه ما كانتش الكلمه دي ما هوهوتش على حد. ما كانتش فيها شراسه نهائي خالص. صفر. ما تعرفش يعني ايه شراسه خالص حقيقة. ايه رايك دلوقتي؟ ده الله ينور. بت سكه بت بت ها خالص. ايه ده؟ ها اتغيرت مش هيعرفوها اصلا. طب انت كنت بتقول انا كنت بنربطها على باب المحل نلاقي البنات اللي معديه في الشارع تحط هدوم عليها صوروا معاها والشباب وكله بيحط ايده عليها وتصور معاها. ايوه طيب هنخلي حد كده يحط ايده عليها. مش
شجار. صوت. انا نفس الملك. خد بالك من التشبيه. رعب. دخلة. دخلة بتين هي يعني. الله ينور. حبيبي قلبي ربنا يبارك لك فيه. اقعدي بقى عشان الكاميرا وعيب والادب. سلمي بقى. سلمي يلا. يلا سلمي. برافو. سلمي يلا. ايوه كده. يلا تحت. شاطرة. هتموتي ازاي بقى؟ هتموتي ازاي؟ هتموتي ازاي يلا؟ هتموتي ايه؟ شاطرة. ثابت بقى. ربنا يبارك لك. الله ينورك. الله ينورك. لا. لو قلت ايه؟ خد تعالين. اقعد. الله ينور. الشخصية شوية. الشخصية شوية عايزك تقوي شخصيتك عليها شوية. لا الله. مش عايزة دلع. ومش عايزة الاسلوب الاجتماعي اللي انت كنت عامله. ان كل اللي يتعامل معاه ياكل ويشرب ويطبطب ويحسس والكلام ده كله. خلاص مكانك انت. هي. اقعد. تحت. خلاص مش عايز صوت. التعامل مع الكلب حاول ان انت تفضي كل يوم ولا نص ساعه. اقعد معاه بالطريقه اللي انا بتكلمها دي. شخصيه دايما اديها الاوامر بتاعتها. لو لقيتها ما نفذتش معاك امر ما تحاولش ان انت تعديه لها. يعني ما تدقش هي مش عايز تعمله. لا ده لازم انت تصمم. لازم امرك ايه؟ اقعدي. ما عدوش يعني الامر ما عدوش. لو انا عديته نفترض ولو زي كده قامت كذا مره تمام من غير ما تاخد امر ان هي تقوم تمام. طبعا حاول تشاور كده من ورا. لا لا اقعد. حاول تشاور تاني. لا بص بص فين. حاول تشاور. لا اقعد. ايه ايه شاور 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 ايه. ما عادتش تيجي. لا لا تمام. ليه؟ هي عايزه الموضوع يكون فيه شخصيه قويه. تمام حبيب قلبي تحياتي ليك. كل سنه وانت طيب وانت نورتنا هنا. ودي اخويه بس كمان يعني مش صداقه بس. حبيبي باشمهندس احمد طبعا من الشخصيات المحترمه جدا والناس اللي احنا نعتز بيها بصراحه في معرفتها. والموضوع مش موضوع كلبي يتدرب. لا الموضوع موضوع اخويه وصداقه ومحبه. طبعا ده منورنا وتحياتي لكل رجاله المنصوره الناس الجميله. ومحمد انت مش عايز تتصور معانا؟ الموضوع ما فيه مشكله؟ لا والله ما فيش اي حاجه. طيب يا عم. وطبعا محمد كمان من الشخصيات المحترمه جدا. هي الكلب واخده عليه تمام من الناس الجميله جدا. وعلى فكره يا جماعه الباشمهندس احمد ومحمد هم اللي مركبين لنا كاميرات المزرعه تمام. يعني من الشخصيات المحترمه جدا والناس اللي احنا نعتز بيهم. وبصراحه شغل بسم الله ما شاء الله. علشان برضو يبقى لو حد عايز يركب كاميرات ولا حاجه حبيبي قلبي بصراحه يا جماعه ناس شغل بما يرضي الله. يعني انا كنت مركب كاميرات في المكان القديم وركبت اول ما جيت هنا ما ارتحتش بصراحه غير لما الجماعه جم ركبوا الكاميرات هنا. حسيت ان هم بيظبطوا لنا سمسم سمسم ايه بيظبطوا لنا سيستم جميل. لا ما عشان البرشلونه اللي واخدها البرشلونه البرشلونه بتعمل كده. خلي بالك الناس ما تعرفش ان انا كنت تعبان امبارح. خلي بالك. سلام. لا والسلام عليكم. الله يسلمك. حبيبي بنخاف نقول للناس انا تعبان. دلوقتي اللي بيكح بيخاف يقول للناس ان هو بيكح. اللي عنده برد يعني انا ساعات بنصور وعايز نعطس يعني من نفسي ولا نكح كده او كده بنخاف. ايوه الناس تقول كورونا يعني الواحد حتى بيخاف يخش للصيدليه الدكتور يفكر عنده كورونا. والله العظيم. لا هو فعلا طبعا بصراحه يا جماعه يعني سيستم للكاميرات هنا منظر جميل جدا ونظام جميل جدا ومراقبه يعني اعلى درجه ما كنتش متخيلها ان احنا نعملها للمزرعه. وكمان هنعمل كاميرات في المكان اللي بتقف فيه العربيه الخاصه بالمزرعه في دمنهور كمان جوه تمام. يعني في المحافظه نفسها هنعمل كاميرات كمان علشان تبقى مراقبه للعربيه. يعني كل حاجه خاصه بينا لازم نعرف ايه اللي بيحصل معاها وايه اللي التحركات بتاعتها ايه. تحياتي ليكم يا باشا وانتم نورتوني. الف شكر كمان على الواجب. مش هنقول بقى انا ما عملتش حاجه. لا ربنا يديك. انما انتم الف شكر على الواجب انتم عملتوه. حبايب قلبي ربنا يبارك لكم يا رب. من الشخصيات المحترمه ومتاح ان انتم تسافروا اي بلد تركبوا ان شاء الله. متاح يعني. تمام. طبعا الناس دي بصراحه ناس جميله جدا. والباشمهندس احمد ومحمد والاخ محمد برضو من الناس المحترمه جدا. ربنا يبارك لهم يا رب. تحياتي لكم جميعا. ويا رب تكون يا باشا عجبتكم. يا باشا يا جماعه علمتوا الشغل اللي انتم شايفينه دلوقتي كانت
كل كانت بتتربط على باب محل كده، وكل اللي راحوا اللي جاي في الشارع بيخش يطبطب عليها ويقعد يلعب معاها. دلوقتي الحمد لله اقنعناها ان مفيش حد يحط ايده على دماغها، اقنعناها ان هي تاخد الاوامر بكل ادب وكل احترام. بعد ما كانت مهيبره في المشي، يمكن انتوا شفتوها في اول الحلقات، غيرنا من الكلبه بنسبه يمكن 1000000% كمان من الحاله اللي هي كانت فيها. تحياتي لكم جميعا، وايه رايك؟ مبسوط؟ الثقه تمام ما شاء الله، تمام حبيب قلبي، ربنا يبارك. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.